الملك آمن بأن النضال هو الشكل الوحيد للاستمرار، هو صراع وجود من أجل تحقيق كل ما نسمو ونربو إليه من أجل حياة جديرة بأن تعاش. نزف إليكم جميعا هذا الشهيد الجديد ولن يكون الأخير، لأننا نعاهد الشهيد المثال، الشهيد الرمز، شهيد الوطن، أننا إخوته ورفاقه وكل أحرار هذا الوطن سنواصل المسار من أجل تحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها. قسما بكل شبر وبكل ذرة رمل، قسما بكل خلية أم، بكل نفس وحلم طفل، أننا سنواصل المشوار ولن يرهبونا. قالها محمد في كسيبة المدهوني، قال نحن ما نريد السلام، نحن نريد الديمقراطية ونؤمن بذلك وسنسعى إلى ذلك، لكنهم إذا اختاروا العنف سنتصدى لهم، وسنتصدى لهم دفاعا عن هذا الوطن. لا شيء أغلى من ترابك يا تونس، لا شيء أغلى من تراب هذا الوطن العربي الحبيب. محمد إبراهيمي طيلة 40 سنة كان يناضل، كان يناضل من أجل هذه القيم الإنسانية، من أجل الدفاع عن شعبنا في تونس وعن شعبنا العربي. محمد إبراهيمي لم ولن يموت لطالما أن فينا نفس ما زال يؤمن بهذه القيم. نزف هذا الشهيد ونشكر جميع القوى السياسية، جميع الجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وجميع النقابات التي عبرت عن مساندتها ووقوفها وعن استمرار نضالها من أجل استكمال أهداف الثورة. ونعزي أنفسنا، ليس عزاء أو تقبل عزاء من مات أو استشهد، لأن العزاء لا نقبله إلا بعد محاكمة القتلة، بعد الانتقام للشعب التونسي من كل من يسعى إلى تدميره، لكل من يرهبه، لكل من يغتاله، لكل من يسعى إلى قمعنا بمختلف الوسائل. فالحرية هي مسارنا، ونحن على استعداد تام لأن نقدم المزيد من الشهداء وفاء لمحمد إبراهيمي، وأساسا وفاء لهذا الوطن ولهذا الشعب، هذا الشعب المناضل، هذا الشعب الذي يرفض كل أشكال القمع، هذا الشعب اللي خلق أسطورة النضال من خلال إرادته. فشعبنا يريد استكمال مسار الثورة ونحن نعاهده على ذلك. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام العربية. نحن نقف أوفياء شهداء، شهداء، نحن نقف أوفياء شهداء، شهداء، نحن نقف أوفياء شهداء، شهداء، نحن نقف أوفياء. تحية لشعبنا في تونس بكل جهاته التي انتفضت يوم أمس والتي حتما ستنتفض ولن تغادر الشوارع إلا بعد إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح. لذلك نحن أعلننا في التيار الشعبي عن أربع نقاط أساسية تبنتها معنا الجبهة الشعبية وائتلاف منظمات المجتمع المدني، وهو إعلان العصيان المدني السلمي، ثانيا انتهاء كذبة الشرعية، فلا شرعية لمن يغتال الأحرار، لا شرعية ولا شريعة للقتلة، للإرهابيين، لاستمرار أوراس حرب الإخوان المسلمين، تنظيم الدولة للإخوان المسلمين في تونس، تنظيم الدولة للإخوان المسلمين
اللي كان يكررها الأخ الشهيد شهيد الوطن شهيد الأمة محمد إبراهيمي، أن ما يحدث في مصر وما يحدث في تونس هو مرتبط بنفس الأجندات، بنفس مخططات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وما النهضة إلا استمرار لهذا. وتعرفون جيدا إلى ماذا يهدف هذا التيار، هذا التيار السرطاني اللي حاب يخترق الأمة العربية، اللي حاب يفجر القوى الحية في وطننا في تونس. احنا اعلنا ان النهضة اخترقت حركة الشعب، لذلك استقلنا، ونحن نعلن ان النهضة والترويكا هي المسؤولة على كل ما يحدث من احداث عنف ومن اغتيالات، وهي المسؤولة سياسيا وامنيا ومؤسساتيا على كل ما حدث وما سيحدث. واذا فشلت فلا مجال الا من اسقاطها. اسقطنا الطاغية وسنسقط، سنسقط كل الطغاة، سنسقط كل الطغاة. قسما بدمك يا اخي ويا رفيقي، لن يهدأ لنا بال الا بتحت هذه الحكومة، هذه الحكومة العميلة، هذه الحكومة التي الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. يا شهيد يا شهيد على درب التحرير، 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 يا شهيد يا شهيد. أخوتي أيها المناظرون، سياسيا بقياداتكم وبقواعدكم فلا مجال بين أو الاختلاف بين السياسي القيادي والسياسي القاعدي وغير المتسيس وغير المتحزب، لأن مصيرنا واحد. أنا نحب نحيي الإعلاميين الصادقين، الإعلاميين اللي قاعدين ينظلوا معانا وننظلوا بيهم ومعاهم من أجل تحقيق الحريات. وأكيد البعض فيكم خاض معانا محاولاتنا من أجل التصدي للقمع، سواء في فصول الدستور أو في القوانين أو حتى في ممارساتهم. أنا خطبتكم كما خاطب كل القطاعات في وطننا، أنا الأوان ألا نتراجع. إن سكتنا بعد اغتيال شطر بن عيد ووجهنا في اتجاهات مختلفة وحاولوا استثمار هذا الحدث للترويج لصورة منهم، نحن نقول لن تنطلي هذه الحيلة مرة أخرى على شعبنا. كلكم مجرمون، كلكم مجرمون بأكبر رأس فيكم وبأقل قاعدي يقوم بعمل استخباراتي ويقوم بالتهجم. وما تنساوش كل ما قامت حركة النهضة بحملة على شخصية وطنية إلا واغتالوه، تذكروا شكري بالعيد واليوم محمد إبراهيمي. كل ما جندوا المساجد متاحهم، قوى وسائل الإعلام متاحهم، كل ما صرح أحد من قياديهم واستباب استباحة دم التونسيين إلا وكانت النتيجة شهيد آخر، فليستبيحوا ما يريدون. لكن التونسي لن يستبيح من من يختار كل نفس حر، وإنما سينتقم انتقام لا يتوقعونه. نضالنا الديمقراطي والسلمي سيستمر، لكننا قادرون على حماية أنفسنا إذا ما اضطررنا لذلك. وتلك هي كلمات الشهيد محمد إبراهيم. إخوتي، سأخبركم بموعد الجنازة الوطنية للشهيد الوطن محمد إبراهيمي وبمسائها. ستنطلق الجنازة من هنا من أمام منزل الشهيد لحي الغزالة في اتجاه طريق السيارة
الناس ان اعتمدوا السيارات، ثم تكون في ساحة حقوق الإنسان، وندعو أبناء شعبنا إلى التواجد بكثافة من أجل إعلان إصرارنا على استكمال مسار الثورة. وستكون جنازة راجلة في شارع بالليل. نقسم الحس شوي، نقسم الحس شوي. الشارع محمد الخامس في اتجاه الساعه، ومن ذلك الى نهج تركيا وصولا الى الغلس مقبره الشهداء. ونحن نطالب بان تكون الجنازه جنازه وطنيه رسميه تحضر فيها التشكيله التشريفيه لقواتنا الوطنيه، لنستمع الى ما لم نستمع اليه في جنازه المناضل البطل الشهيد شكري بالعيد. فهؤلاء ليسوا اقل من الرؤساء. نريد جنازه تليق بالشهداء. واطالب السلطات الدفاع الوطني الى تامين هذه الجنازه والى تامين حياه المواطنين، ونحملهم مسؤوليه ما سيحدث في الحواشي كما حدث في جنازه شكري بالعيد. نحن الناس ندافع عن حقنا بطريقه سلميه. المجرمون والعصابات هذه محمل مسؤوليه السلطه ما سيحدث، فهي المسؤوله اولا واخيرا. هذا هو المسار، هذا هو التوقيت. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عاشت الامه وعاشت فلسطين وعاشت تونس وشعب تونس وكل احرار العالم. باسم التيار الشعبي، باسم الطلبه العرب التقدميين الوحدويين الذي اسسها محمد الابراهيمي شهيد تونس والامه العربيه 1976، الوحدويين النصيريين الذي أسسها محمد الإبراهيمي 2005، لاقتصاد ديني جيادة المجرم شارون، وكانت شوكة بحرق بن علي لمدة حتى إسقاطه، وفجر رجالها وأبناؤها ثورة 17 ديسمبر في سيدي بوزيد. تحية لكل شرفاء الأمة العربية، تحية للتيار الشعبي في مصر والنصيريين ونجل الزعيم جمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر. وتحية لرجال الضباط الوحدويين الأحرار الذين وعدوا أن يكون اليوم في مصر الثأر للشهيد محمد الإبراهيمي وكنز. تحية للتيار الشعبي والتنظيم الشعبي في اليمن والبحرين والمقاومة العراقية. تحية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكل القوى المقاومة. تحية للقوات المسلحة العربية في سوريا التي أصدرت في سوريا. أدانت فيه الجريمة النكراء. تحية إلى منظمة عدم الانحياز وائتلاف شعوب عدم الانحياز للأخ محمد الإبراهيمي عضو تنسيقية المغرب العربي في هذه المنظمة. تحية إلى كل الخيرين وأحرار العالم. وقول للإخوة، كل الإخوة، كل أحرار الأمة العربية كما قال الشهيد صدام حسين: أطلق لها السيف، لا خوف ولا وجل، فلا يخشاها إلا الخاسر الخذل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يزف التيار الشعبي لأبناء شعبنا في تونس والوطن العربي الشهيد القائد محمد الإبراهيمي الذي تمكنت منه يد الغدر. الله أكبر، الله أكبر. انتقل إلى حليين محمد الإبراهيمي قائدا وشهيدا، قدم روحه على كفه لأجل إنقاذ تونس والأمة العربية من براثين العصابات التكفيرية أدوات الاستعمار والصهيونية. الله أكبر، الله أكبر. ترجل الفارس الذي ظل لأكثر من أربعة عقود قائدا ومعلما وملهما لأجيال من الناصريين، قدم خلالها عصارة عمره لوطنه وأمته، وكان أبناؤه
وتلاميذه في طليعة الأحرار والثوريين على امتداد هذه العقود. الله أكبر. إن التيار الشعبي يؤكد أن الخط الذي رسمه محمد البراهمي وعبده فجر عيد الجمهورية وليلة 17 من رمضان وهو صائم بدمائه لا حياد عنه حتى تحقيق غاية النضال العربي والتخلص من هذه الطغمة العميلة التي سطت على الثورة العربية لصالح أسيادهم الصهاينة والاستعماريين. إن التيار الشعبي يعلن أن العملية السياسية التي بدأت بعد انتخاب 23 أكتوبر قد انتهت، وإن الناصريين في تونس لم يعودوا يعترفون بمؤسسات الحكم القائمة لا مجلسا تأسيسيا ولا رئاسة جمهورية ولا حكومة، فلتسقط وتذهب إلى الجحيم. والناصرين الوطنيين الأحرار، القوات المسلحة في تونس ورجال الأمن الشرفاء إلى تحمل المسؤولية كاملة في الحفاظ على تونس موحدة أرضا وشعبا حتى لا يكون مصيرها مصير السودان والصومال وأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا. يدعو التيار الشعبي القوات المسلحة غدا للحفاظ على أمن التونسيين وأرواحهم والحفاظ على مكتسبات ومقدسات الشعب التونسي بكل اقتدار وبكل مسؤولية، ولنا الثقة الكاملة في شرفاء شعبنا وأبناء شعبنا من كل الهياكل والطاقات للحفاظ على تونس. فالتيار الشعبي نعاهد الشهيد محمد البراهمي على الوصية التي أوصانا بها في آخر اجتماع للهيئة القيادية ليلة اغتياله، قال: التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ربيب الصهيونية في الوطن العربي، بل هو الصهيونية الإسلامية. الدعوة موجهة لكل مؤسسات الدولة إلى حماية تونس أرضاً وشعباً، أما إذا تخلوا عن مسؤولياتهم فإن الناصريين قادرين وبعون الله على حماية تونس وحماية أنفسهم، ومن أنذر فقد أعذر. في الختام تحية لكل شرفاء القوميين والأحرار والوطنيين، تحية إلى شركائنا وأصدقائنا ورفاقنا في الجبهة الشعبية، تحية إلى هؤلاء المناضلين الثوار، تحية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه المنظمة العظيمة العديدة، تحية إلى كل القوى الوطنية والتقدمية بدون استثناء إلا الذين أجرموا في دماء شعبنا وأوغلوا في دمائه، كل الوطنيين وكل الأحرار أيدينا ممتدة إليهم من أجل كنس هذه الطغمة العنيفة. تحية ليوم الشهيد محمد بن أحمد إبراهيم أبو عدنان. أمس بالأمس محمد إبراهيم قدم ما يملك، قدم كل ما يملك لشعبه، قدم دمه لأنه لا يملك شيئا غير دمه، قدم دمه فداء لتونس وفداء للثورة التي أصبحت. بالأمس امتدت لي يد الغدر وهو خارج من داره، أطلقت عليه عديد من الطلقات، أحصاها بعد أحصوها في المستشفى بأنها 14 طلقة، أنا ما نجمش نحسبها طلقة، كانت معناها أصبنا أكثر من اللي نتصور. فور خروجه من المنزل جلس وراء مقعد السيارة وإذا به تفتح عليه أبواب جهنم من الرصاص. خرجت أنا خرج ولادي قبل بكبار عدنان وبلقيس، عدنان 23 عام وبلقيس 19 عام، وهما في عز نوم لأن ولادي يسهروا برشا نص النهار يكون عز نوم عندهم.
خرجوا على صوت الرصاص الكثيف، وانا كنت فايقة معاهم ولكني تأخرت قليلا باش نلبس باش ما نخرجش للشارع. خرجت لقيت عدنان يصيح وكله يا بابا شاهد، وبلقيس وكله يا بابا شاهد. لقيت محمد مدرج بجناها كان جالس وراء المقر يستعبت معناها بشير يحرك السيارة. لقيت طايح كرسي من جنبه وراسه متدلدل. كل ما رأيته طلقة، يعني هو كله دم. شفت طلقة في راسه وشفت بطنه وصدره، يعني كله دم. وسروال أطلق عليه الدم في الرأس، وبعد قالوا لنا المستشفى في العنق أيضا وفي البطن. كان الذين نفذوا العملية مصرين على أن تتم عليه عمليته بنجاح، وأن لا يغادر المكان إلا وقد أزهقوا روح الشهيد. شربت النجدة طبعا، جاني جاري حملته أنا وجاري في سيارة، خليت سيارته هو محلولة كلها دم، وأولادي في حالة معناه من الهلع. هزيناهم شيء ومشينا بيه المستشفى محمود الماكر. ونحن في الطريق تحرك مسكين فيه كان نبض من الحياة، كان راكد على جنبه والتفت. كانت هذيك آخر حركة عملها في المستشفى. قالوا إنه بقى نصف ساعة وبعد ثم أزهق روحه في البيت. أنا نحتسبه عند الله شهيدا، أحتسبه عند الله شهيدا، وأنا أعزي أمتنا العربية اللي هو واحد من رجالاتها الصادقين، وأعزي تونس، وأعزي أهلي في سيدي بوزيد، وأعزي عائلتي، وأعزي أولادي، ونعزي نفسي، ونعزي خوت، ونعزي خويا، ونعزي التيار الشعبي، وفي العموم نعزي تونس. ونقول لكم يا أهل تونس. خلاص وانتهى، وهو عند الله في عليين. وإذا كان الشعب هذا ما اقتنصش اللحظة الحاسمة هذه كما ضيعوها في عملية الخيار شكري من العيد، إذا كان ضاعت العملية هذه أيضا وتعاود نفس الشيء، فنحن مقبلون على بركة من الدماء أوسع وأكبر، وعلى الشعب أن يتحمل مسؤوليته. تكرموا شهداءكم وتتبعوا خطاهم، وإلا فأنتم تستحقون السحل الذي وعدكم به صديقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة لم يترك لي الإخوة مجال الحديث. كل ما أريد أن أقوله وما حز بنفسي بيان الأخ النابي بيان التيار الشعبي الذي ينادي إلى المعركة، ينادي إلى الصمود، ينادي إلى الوقوف أمام هذا التيار الصهيوني الذي أصاب تونس بتدميره وأعتقد، آسف على صوتي أنه، ولا أعتقد أنه من وقف أمام بورقيبة لمدة 30 سنة وأمام العصابات النوفمبرية وانتصر عليها أنه يقبل أن يعيش تحت سيطرة هذه العصابات المتساهلة. وقلتها دائما وأقولها أن هذه عصابات متصهينة إلى حد كبير. إخوتي الشرفاء، لا أجد فعلا ما أقول. يظنون بتصفية الرموز الوطنية هو الهروب والهزيمة والاستسلام، إنهم واهمون. نحن لنا خيارين، ثلاثة خيارات. لن نستسلم ولن نستسلم
ولن نستسلم. إن الأمة التي أنجبت صلاح الدين الأيوبي وسعد زغلول ومحمد عرابي وعمر المختار وجمال عبد الناصر ومعمر القذافي وسلطان حسين وبشار الأسد الصدر رغم خلافي مع بشار ورغم أني سجنت في عهد بشار الأسد، ولكن أحيي الجيش العربي الصامت السوري المرابط في البوابة العربية والمساندة المقاومة الفلسطينية. إخوتي، أنا أعتقد تحت هذه الشمس الحارقة وأنتم في شهر رمضان الكريم وأنتم صامدون، فلا تخيفكم هذه العصابات المرتزقة، ولم يبقى لنا إلا دحر هذه الحكومة الفاشلة، ولا نستطيع أن نعيش معا في هذه البقعة الشريفة. يا أما نحن يا أما هم. ولهذا نقرر أن نعيش رجالا وأسودا وشرفاء ومناضلين ونحرر أراضينا، أو نعيش كالفئران تحت أقدامنا، ونحن نختار الشرط الأول. لا يمكن أن نستسلم، لا يمكن أن نقايل، لا يمكن أن نساوم، بل نقاوم 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 حتى النصر. مقاومة مقاومة ليس هناك مساومة. مقاومة مقاومة ليس هناك مساومة. نحن لن نعمل سياسة من أجل لا الإشارة الإعلامي ولا المصالح الشخصية. لما استشهد الرفيق أبو العيد شكري أبو العيد، طلبت من الإخوة أعضاء حركة الشعب ذلك اليوم أنهم يختاروا أو يقترحوا مرافقا إلى الزعماء حركة الشعب، ورفض الشهيد محمد إبراهيم هذا. يوم 7 يوليو آخر اجتماع في تونس قلت له بهذه الكلمة: رجاء يا أخي أنت مستهدف، رجاء يا أخي اتركنا نوفر لك الحماية. أتعرفون ماذا رد علي؟ قال لي بالإضافة لذلك: أتراني أدفع راتبا إلى مراقب 200 أو 300 دينار وبعض الأسر في تونس لا تملك ثمن خبزة؟ عليك يا أخي السعدي أنك تلزمني بمراقب، وأنا لما أجوب شوارع تونس أراني تسولين أكثر من الذين يتشربون القهوة. يعني هنا دليل أن نحن نناضل من أجل الشعب لا نناضل من أجل مراكز. نحن نناضل من أجل كرامة، وهذا الطريق هو طريق صعب وطريق شجعان، وهذا معبي بالدم مثل ما قال الشهيد، ويجب رح نموت يوم بعد يوم ونقدم الشهداء. ولكن ليعلم الخونة وعملاء الاستعمار أننا لن نفرط في أراضينا، لن نفرط في ثورتنا، ولن نفرط في شهدائنا. قسما يا شهيد على ضربك للنحيل. 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 أنا أوجز حقيقة ليخفف عنكم هذه الشمس الحارقة، وأترك المجال إلى أخي وصديقي المناضل مفجر 17 ديسمبر، والتاريخ سجلها ولن يتراجعوا فيها. خالد عويلية مفجر 17 ديسمبر. مجال العمل الميداني والمناضل والملتحم، وما 17 ديسمبر وما الاعتصام مع فلاحة سوق جديد وفلاحة منزل بوزيان وفلاحة الرقاف التي ساهمت في نجاح ثورة 17 ديسمبر إلا ترجمة لما تم ابتداءه سنة 2002. لذلك أقول أني أنا أعتبر نفسي تلميذ وفي للشهيد محمد إبراهيم. كلمة أخيرة ثالثة، ونحن لا 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 ننتصر لكثرة الكلام، نحن نؤمن بالفعل. أدعو ومن خلال وسائل الإعلام هذه كل المناضلين الأحرار وكل التونسيين الشرفاء وكل التونسيات الشرفاء وكل الشباب والشابات والكهول
والعجائز أن تنزل بكتابة يوم السبت على الساعة 10 صباحا بمقر أو بساحة حقوق الإنسان بتونس لكي نترجل سويا ونودع شهيد تونس شهيد عيد الجمهورية. وشكرا والسلام عليكم. مش توجه التعازي لعيد الفقيد وللتيار الشعبي، بل توجه التعازي لنا الكل وللشعب التونسي الكل وللأمة العربية الكل وللإنسانية التقدمية. اللي محمد إبراهيم كان رمز من رموز محمد إبراهيم، شجاع جريء مبدئي، و أنا شخصيا نعرفه من فترة تاع عهد الإدارة التطويرية، ومن أن تعرفنا على بعضنا كانت الخصال هذه التي تكتب عليها كانت بارزة، ما تتطلبش منك وقت كبير ياسر باش منعها تتركها. اغتيال الشهيد محمد إبراهيم بعد اغتيال الشهيد شكري بلعين يأكد بأن الجبهة الشعبية مستهدفة بشكل مباشر. الذين ارتكبوا هذه الجريمة يهدفون إلى تصفير قادة الجبهة الشعبية واحدا واحدا، ومن ثم تصفية أيضا رموز الحركة الوطنية والديمقراطية في تونس وتصفية الشعب التونسي ذلك. لأنه إذا كان تبدأ اليوم بالاغتيالات الفردية، نهار آخر تولي الاغتيالات الجماعية، تولي التفجيرات، تولي إدخال تونس في نفق معناها مطلق. هذا هو الإطار اللي نحطوا فيه بالجبهة الشعبية اغتيال الشهيد محمد إبراهيم. المسؤولية، وهذا يقولوه بكل وضوح، المسؤولية السياسية والأخلاقية هي مسؤولية هذا الائتلاف الحاكم الفاشل والعاجز، وهو الذي خلق هذا المناخ الذي شجع على العنف والإرهاب. قادة سياسيون آخرهم رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي يستبيح دم المعارضين، ما هوش متقلق. وقبلوا كذلك مسؤولين أخرين في حركة النهضة دعاوا حتى إلى تقطيع أوصال المحتجين الاجتماعيين، ما يقلفوش، شبه دعاة مكفرين يدعيوا للقتل وللفتنة وما يقلقوش. تذكروا الشهيد شكري بالعيد، أول من دعاه إلى اغتياله وإلى قتله إمام جامع، ما تقلقش، بل بالعكس هم يجدون الغطاء السياسي والقانوني من طرف حكومة مناء الترويكا، وخاصة حركة النهضة اللي هدفها واضح، اللي هو فرض نظام استبدادي على الشعب التونسي. واليوم هم يلعبوا في آخر أوراق، اليوم هم يلعبوا في آخر أوراق، لأن حركة النهضة تشعر أكثر فأكثر بالعزلة، عزلة داخلية والعزلة الخارجية، وهذا الشيء اللي خلاها تغطي على أعمال العنف وتغطي على الأعمال بتاع الإرهاب. كما قال توا صديقي ورفيقي، احنا ما يهمناش شكون ينزل على الزناد، يهمناش بيكون مأجور يشرب الفلوس في الاغتيالات السياسية، اللي يهمنا هو شكون وراه، شكون اللي خطط وشكون يمنع الأمر. وبالنسبة لنا اغتيال الشهيد محمد البراهمي هي رصاصة ما أطلقتش لمحمد البراهمي، لأن محمد البراهمي سيعيش بيننا. كما قالت الفنانة ليلى طوبان وقت حكيت على شكري بالعيد، كان عايش معانا توا ولا عايش فينا، توا محمد البراهمي مش يبقى عايش فينا، ولكن هي رصاصة، رصاصة الرحمة للترويكا. هذه الترويكا اللي أمامها طريق واحد، وهو أن ترحل، مش الشعب التونسي باش الشعب التونسي يبني مستقبله، وباش الشعب التونسي ينقذ كذلك الثورة تاعو. نحب نعطيك بعض المعطيات لهنا، وسؤالنا الكبير هو من هي السلطات؟
لا أذيعكم سرا، بل في أسبوع أو 10 أيام في مجلس الأمناء تاع الجبهة الشعبية قلت لهم بل بلغتني معلومة واضحة ومن مصادر موثوقة وأنه ثم اغتيال سياسي وشيك. هذه المعلومة اللي وصلت، ثم اغتيال سياسي وشيك، وبقينا ناقشوا في داخل مجلس الأمناء، محمد همامي مجلس قائد السبسي، وكما حكى رفيقي امبارح زهير قلت لهم يا جماعة راهو ينجم يكون العياط على حمل همامي وقت قعدوا لي أنا قلت ينجم يكون العياط على حمل همامي والضربة مش في حد آخر. قلت لهم محمد إبراهيم موجي الرحوي جلال الهمامي أثمان الحاج عمر أحمد الصديق قلت لهم ردوا بالكم لأنهم يعرفوا لي أنا عندي حماية، مجلس قائد السبسي عنده حماية، أما ثم ناس ماهيش محمية، يلزمكم تردوا بالكم برشا. ثم شقيق بالشهيد شكري بالعيد، قابلته بعد نهار ولا نهارين، أكدني وأنه وصلته معلومة وأنه ثم اغتيال سياسي وشيك. وبقينا نحل، ودعينا في داخل الجبهة لمعناها الاحتياط. فعبارة أخرى الأخبار تاع الاغتيال السياسي إذا كان وصلنا نحن، ثم ناس أخرى زاد وصلها. ثم مسؤول آخر كذلك في الجبهة، زعيم زعماء الجبهة. وصلته معلومة وأن تم وزارة خارجية غربية أعطت إذن أو وصلت بالقناة التلفزية قريبة من الحكومة قلت لهم أهبطوا تونس راهو باش يصير حدث كبير أن بين مجر وبين قوسين وصلوا ليلة الاغتيال تونس القناة هذه حسب المعلومات اللي عندي. بعبارة أخرى هذا معنى عملية الاغتيال معلومة وممنهج، ولهنا وين جي المسؤولية تاع السلطة في تلك نفس تلك الفترة اللي كان فيها رئيس كتلة حركة النهضة يستبيح دماء المعارضين والمعارضات. هذا شو شيء اللي يخلينا بالنسبة لنا احنا نحمل المسؤولية السياسية وكذلك الأخلاقية لهذه معناها الحكومة والترويكا معناها ككل. ونحن مرة أخرى لأننا في السابق حذرنا مرة أخرى نحذروا من أن نراه السكوت أو التراخي في مواجهة مثل هذه الجرائم راهو يزيد يشجع المجرمين. أنا نفسي وقت كنت توا نسمع في الندوة الصحفية سمعت مسؤولين أمنيين يتكلموا يقولوا راه هذا هو مش معنى ندوة شكري. إيه الإفلات من العقاب هو اللي يزيد يشجع أكثر من هكا. البارح وصلت معلومات أخرى وأنا نقولها لكم مع كل التحفظ ولكن نعلمكم بها ولعل أنتم إعلاميين ربما أنتم كإعلاميين تجبوا زيدوا تبدو فيها. وصلتنا معلومات وأؤكد أسوقها بكل حذر وبكل تحفظ. المعلومات هذه تقول وأن جهاز الأمن الموازي رجع يجتمع وهذه سمعناها قبل وقت سمعت أنا شخصيا وأن ثم عميد اغتيال سياسي وشيك سمعت وأن الأمن الموازي رجع يجتمع. هذه الأولى. ثاني حاجة المعلومة اللي وصلتنا أن الجونات عندهم خارطة للأماكن اللي فيها الكاميرات باش يجتنبوها وهذا درس خلاوة من اغتيال الشهيد شكري بالعيد. والمعلومة الثالثة اللي نصبها لكم بكل تحفظ كذلك هو أنهم قد يكون أنهم عندهم الفيس بغير أسم باش حتى إذا كان يكونوا كلموا الشهيد تلقى النمر ما تلقاش الاسم. في نهاية الأمر الأعمال هذه ليش تعدل الصغار ليش تعمل مجموعة معزولة أراك علاش أقول وأتحمل مسؤوليتي كما قلت وأنا اغتيال شكري بالعيد ربما يكون جريمة الدولة ومرة أخرى نقول كذلك اغتيال الشهيد محمد إبراهيم ربما تكشف الأيام وأنه جريمة الدولة. وقت نقول جريمة الدولة يعني إمكانية وجود جهاز فيه ناس من أجهزة ناس من خارج أجهزة وربما حتى بعض الأوساط فهمت منها الخارجية.
ولكن من الجمش الجهاز هذا يكون يخدم من غير ما يكون عنده سند في مكان ما هنا في داخل الفندق حتى الأجهزة. تذكروا الاغتيال مهدي بن بركة في فرنسا عام 65، جزء من الجهاز تاع الدولة في فرنسا كان معناها مورد. صالح بن يوسف الدولة كلها مورد، بورقيبة كان مورد لأنه كان على علم.